يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، أيضا معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. البداية من القاهرة 37-27 والجو فيها حار، في الأسكندرية 36-26 والجو أيضا حار، في مطروح 36-25 والجو أيضا حار، في بورسعيد 33-27 والجو حار، في الإسماعيلية 38-26 والجو حار، في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 والجو حار، في العريش 35-24، في طابة 36-28، في شرم الشيخ 38-28، في الغردقة 38-28 والجو أيضا فيها حار، في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 27 والجو شديد الحرارة، في أسوان 42-28 والجو أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 40-25 والجو حار، وفي حلايب 36-29 والجو حار، وأخيرا في شلاتين 39-28 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.